شباب تانية ثانوي، ازايكم؟ عاملين ايه؟ معاكم مستر محمد ياسر، مدرس الاحياء على منصة الخطة التعليمية. سنة جديدة بنبدأوها مع بعض، يا رب تبقى سنة كلها نجاح في نجاح. خلي بالك السنة دي مرتبطة بشكل كبير قوي بالسنة الجاية في كل المواد مش في الاحياء بس. طيب هنشتغل مع بعض منهج الاحياء السنة دي. منهج الاحياء عبارة عن كام باب؟ منهج الاحياء السنة دي عبارة عن 5 ابواب. الباب الاول اسمه التغذية والهضم، الباب الثاني اسمه النقل، الباب الثالث اسمه التنفس، الباب الرابع اسمه الإخراج، والباب الخامس اسمه الإحساس. كل باب عندك هيبقى مقسوم لنصين، نص بيكلمك عن النبات ونص بيكلمك عن الإنسان. طيب نظام شغلنا يا مستر السنة دي هيبقى عامل إزاي؟ نفس بالظبط نظام شغلنا السنة اللي فاتت. الحصة هتبقى 3 فيديوهات، فيديو شرح الحصة، فيديو حل أهم الأفكار على الحصة، وفيديو حل أسئلة الواجب بتاعة الحصة. وخلي بالك أهم الأفكار والواجب إحنا بنبقى مجمعينها لك من أسئلة الكتب الخارجية وأسئلة كتاب المدرسة وأسئلة الامتحانات بتاعة السنين اللي فاتت. وخلي بالك هيبقى عندك امتحان كل حصة، الامتحان ده هيحدد مستواك، الامتحان ده هيحدد مستواك، ودرجات الدرجات بتاعة الامتحان ده هتتبعت لك الحصة بحصتها. من أول ما هتشترك معانا هتدخل في جروب متابعة. جروب المتابعة ده هيكون فيه مشرف هيتابع معاك في كل حاجة، هينظم لك وقتك وهينظم لك جدول مذاكرتك. في تقرير هيتبعت لك وهيتبعت لولي أمرك. التقرير ده عبارة عن تقرير تحديد مستوى، حضرتك مستواك عامل ازاي، جبت كام درجة في الامتحان بتاع الحصة دي، وهكذا. بتلاقي الحصص مسجلة، يعني تقدر تفتح الحصة في أي وقت وتقدر تفتحها أكتر من مرة. بيكون في تيم من المدرسين المساعدين يقدروا يرد عليك ويجاوبوك في اي سؤال حضرتك بتسأله. كل ده هيخليك تذاكر اول باول من غير ما تراكم دروسك. يلا املى الفورم اللي موجود في اول كومنت علشان تضمن التفوق، وما تنساش لو عايز تلتزم اونلاين يبقى ذاكر مع الخطة. يلا بينا بقى نبدأ الحصة الاولى. طيب انت منهجك السنة دي عبارة عن 5 وحدات او 5 ابواب. الباب الاول اسمه التغذية والهضم، اسمه التغذية والهضم في الكائنات الحية. الباب الثاني اسمه النقل في الكائنات الحية. حلو. الباب الثالث اسمه التنفس، بيكلمك عن التنفس في الكائنات الحية. الباب الرابع اسمه الإخراج برضو في الكائنات الحية. الباب الخامس اسمه الإحساس في الكائنات الحية. في مشكلة؟ يبقى أنت منهجك السنة دي عبارة عن 5 وحدات أو 5 أبواب: التغذية، النقل، التنفس، الإخراج، الإحساس. كل باب هنتكلم عنه بالنسبة للنبات وبالنسبة للإنسان. يعني مثلا الباب بتاع التغذية والهضم هناخد التغذية والهضم في النبات والتغذية والهضم في الإنسان. النقل في النبات والنقل في الإنسان. التنفس هنتكلم عن التنفس في النبات والتنفس في الإنسان، وهكذا. يبقى كل باب أو كل وحدة مقسومة لجزئين، جزء بيكلمك عن الحاجة ديت بالنسبة للنبات وجزء بيكلمك عن نفس الحاجة دي بالنسبة للإنسان. يعني إحنا السنة دي إن شاء الله هندرس الوظائف، إزاي الكائنات الحية، إزاي النبات والإنسان بيتغذوا، إزاي النبات والإنسان بينقلوا المواد جوه جسمهم، ازاي النبات والانسان بيتنفسوا، ازاي النبات والانسان بيخرجوا، ازاي النبات والانسان بيحسوا. في مشكله شباب؟ طيب انت لو ما التزمتش معايا في منهج السنه دي سواء ترم اول او ترم تاني هتيجي السنه الجايه في حاجات كتير قوي هتقع منك، لان منهج ثالثه انا كلامي موجه للناس اللي هتكمل علمي علومه، لان هتيجي في سنه ثالثه ان شاء الله منهج ثالثه معتمد بنسبه كبيره قوي على منهج تاني. منهج ثالثه معتمد بنسبه كبيره قوي على منهج ايه، على منهج تاني. هما الاثنين بيكملوا بعض. فبالله عليك، بالله عليك وحياه اغلى حاجه عندك، انا مش طالب منك غير انك تلتزم معايا بس السنه دي وتعمل اللي انا بقول عليه. طب يا مستر ايه علينا الترم الاول وايه الترم الثاني؟ قال لي والله اول 3 ابواب دول ترم اول، واخر بابين دول ترم تاني. ماشي؟ يعني احنا ان شاء الله الترم ده علينا 3 ابواب: التغذية والنقل والتنفس. الترم التاني علينا الاخراج والاحساس. فطبعا واضح ان الترم الاول اتقل شوية من الترم التاني. الترم التاني ده باذن الله، باذن الله انا هضمن لك ان انت تقفله، تقفل الامتحان بتاع الترم التاني يعني باذن الله، لانه منهج سهل جدا.
يعني هما بابين وبابين سهلين قوي، لكن منهج الترم الاولاني تقيل شويه فمحتاج متابعه ومحتاج ان حضرتك ما تراكمش. في مشكله؟ يلا بينا نسمي الله وندخل في الباب الاول اللي هو التغذيه والهضم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، دخلنا في الباب الاول اللي هو بيكلمني عن التغذيه والهضم. مبدئيا هو يعني ايه تغذيه؟ تغذيه يعني الاكل، الاكل اللي حضرتك بتاكله او الاكل اللي اي كائن حي بياكله. التغذيه عاملين لها تعريف، والتعريف مش حفظ، اي تعريف هناخده مش حفظ. التغذيه عاملين لها تعريف، قال لك والله التغذيه هي الدراسه العلميه للغذاء والطرق اللي بيتغذى بيها الكائن الحي. بس يعني انا بدرس الغذاء من الناحيه العلميه وبدرس كل كائن حي بيتغذى ازاي، ايه هي الطرق اللي بيتغذى بيها كل كائن حي. ده تعريف التغذيه. هل التعريف حفظ؟ لا مش حفظ. طب ايه هي اهميه الغذاء؟ ايه هي اهميه الغذاء؟ قال لي والله اهميه الغذاء في حاجتين. الغذاء ده هو مصدر الطاقه بتاعك، انت ازاي بتقوم وبتتكلم وبتتحرك وبتمشي وبتجري وبتلعب كوره وبتاع، من الطاقه اللي انت واخدها من الاكل. هل انت لو ما بتاكلش هتقدر تعمل كل ده؟ لا. انت في عز نهار رمضان وانت صايم ما بتكونش قادر تعمل اي حاجه لانك ما بتبقاش واكل، فما عندكش طاقه تعمل اي حاجه. يبقى دي اول اهميه للغذاء، ان الغذاء هو مصدر الطاقه للكائن الحي. تاني اهميه للغذاء هو النمو. انت ليه بتاكل؟ بتاكل عشان تكبر. الطفل ليه بياكل؟ عشان يكبر، صح ولا مش صح؟ الطفل ده لو ما اكلش هل هيكبر؟ لا مش هيكبر، هيموت. يبقى اذا اهميه الغذاء بتكمن في حاجتين، ان هو ده مصدر الطاقه وان هو ده مصدر النمو. في حاجه صعبه في اللي انا بقول ده؟ اظن الكلام تافه قوي 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 قوي. تمام. طيب التغذيه عندي نوعين، عندي نوعين للتغذيه. تغذيه بقول عليها تغذيه ذاتيه، ها، وتغذيه بقول عليها تغذيه غير ذاتيه. في كائنات بتتغذى بالطريقه دي اللي هي التغذيه الذاتيه، وفي كائنات تانية بتتغذى بالطريقه دي اللي هي التغذيه الغير ذاتيه. طب يا مستر يعني ايه ذاتيه وغير ذاتيه؟ بص معايا، التغذيه الذاتيه من الاخر كده يعني كائن بيصنع غذائه جوه نفسه، بيصنع غذائه جوه جسمه، كائن ما بيعتمدش في غذائه على كائنات تانية زي النبات. النبات بيعمل عمليه اسمها عمليه البناء الضوئي. عمليه البناء الضوئي دي هو بيصنع بيها الغذاء بتاعه جوه جسمه. في مشكله؟ اما التغذيه الغير ذاتيه يعني كائن بيعتمد في اكله على كائنات تانية، كائن بياكل كائنات تانية. يبقى الكائن ده كده بيتغذى تغذيه غير ذاتيه زينا، احنا بناكل كائنات تانية، احنا بناكل بقر وجاموس اللي هي اللحمه يعني، وبناكل فراخ وبناكل ارانب وبناكل اسماك وبناكل نباتات. مش النباتات دي كائنات حيه برضو؟ احنا مش بناكل خيار وطماطم وجزر ومش عارفه ايه، صح؟ يبقى احنا بنتغذى تغذيه ذاتيه ولا غير ذاتيه؟ غير ذاتيه، لان احنا بنعتمد في اكلنا على كائنات اخرى. في مشكله؟ النبات ما بياكلش كائنات اخرى، النبات كائن وديع، كائن في حاله، كائن بيصنع غذائه جوه نفسه، كائن بيصنع غذائه جوه جسمه عن طريق عمليه البناء الضوئي. في مشكله؟ اذا اي كائن حي بيعمل عمليه بناء ضوئي فهو كائن بيتغذى تغذيه ذاتيه. ايه ده مستر، هو في كائنات غير النباتات بتعمل بناء ضوئي؟ هنقولها كمان شويه. اي كائن بيعمل بناء ضوئي فهو كائن ذاتي التغذيه، كائن بيتغذى تغذيه ذاتيه. واي كائن ما بيعملش بناء ضوئي فهو كائن غير ذاتي التغذيه، كائن بيتغذى تغذيه غير ذاتيه. اي كائن حي بيعتمد في اكله على كائنات تانية فهو كائن غير ذاتي التغذيه. ماشي يا شباب؟ اظن انها اتفهمت. يبقى التغذيه عندي نوعين، تغذيه ذاتيه وغير ذاتيه. تغذيه ذاتيه يعني الكائن بيصنع غذائه جوه جسمه، تغذيه غير ذاتيه يعني الكائن بيعتمد في اكله على كائنات تانية، كائن بياكل كائنات تانية. طيب تعالى نتكلم بشكل مختصر كده عن التغذيه الذاتيه. التغذيه الذاتيه قلت لك تغذيه ذاتيه يعني بناء ضوئي على طول. اول ما يجي في دماغك تغذيه ذاتيه يعني كائن بيصنع غذائه جوه جسمه، يبقى يجي في دماغك على طول عمليه البناء الضوئي. بص معايا بقى، ايه عمليه البناء الضوئي دي؟ تحصل ازاي؟ طبعا احنا هناخدها بالتفصيل بعد كده كمان حصتين ولا حاجه، بس انا هكلمك بشكل مختصر. هنفترض ان ديت كده سطح التربه، ماشي، وادي الجذور بتاعت النبات، حلو، وادي الساق بتاع النبات، وادي الاوراق بتاعت النبات، ماشي،
ادي الاوراق بتاعت النبات. انا اسف طبعا على الرسم، انا عارف ان رسمي وحش. ف العضو اللي مسؤول في النبات عن عمليه البناء الضوئي هي الورقه. يعني من الاخر الورقه هي دي اللي بتعمل عمليه بناء ضوئي في النبات. الورقه عشان تعمل عمليه بناء ضوئي لازم يتجمع عليها اربع مواد. ايه هم الاربع مواد دول؟ قال لي طبعا ميه واملاح وضوء وثاني اكسيد كربون. لازم الاربع مواد دولت يتجمعوا هنا على الورقه، هنا كده على الورقه، عشان الورقه تعمل بناء ضوئي. اربع مواد: ميه، املاح، ثاني اكسيد كربون، ضوء. ميه، املاح، ثاني اكسيد كربون، ضوء. الاربع مواد دول يا مستر مواد بسيطه ولا مواد معقده؟ لا، مواد بسيطه جدا. هي الميه ديت ماده معقده؟ لا، بص، ثلاث ذرات ميه ماده بسيطه، الاملاح ماده بسيطه، ثاني اكسيد الكربون ماده بسيطه، مواد غير عضويه. عارف يعني ايه ماده عضويه؟ يعني ماده فيها كربون وهيدروجين مع بعض. ماده عضويه يعني ماده فيها كربون وهيدروجين مع بعض. ماده غير عضويه يعني ماده فيها كربون بس او هيدروجين بس او اي عنصر تاني. حضرتك المفروض عارف ان الماده العضويه ماده معقده والماده الغير عضويه ماده بسيطه، ماشي؟ فدي كده دي كده كلها مواد غير عضويه، يعني مواد تركيبها بسيط، مواد بسيطه قوي. المهم لازم الاربع مواد دول يتجمعوا على الورقه عشان الورقه تعمل بناء ضوئي. طيب بعد ما الاربع مواد دول يتجمعوا على الورقه، الورقه هتاخدهم وهتحولهم لحاجتين. هتحولهم لجلوكوز واكسجين. الجلوكوز رمزه ايه لو انت فاكر من السنه اللي فاتت؟ الجلوكوز كان رمزه عامل كده C6H12O6، صح؟ يعني اذا الورقه بتاعت النبات اخذت المواد الغير عضويه اللي تركيبها بسيط حولتها لماده عضويه تركيبها معقده. هو مش الجلوكوز ده، الجلوكوز ده ماده عضويه، C6H12O6 ماده عضويه يعني فيه كربون وهيدروجين. بص تركيبه عامل ازاي، تركيبه معقد قوي. C6H12O6 تركيبه معقد قوي قوي، تمام؟ هو ده الغذاء بتاع النبات، هو ده هدف النبات. يبقى النبات عمل بناء ضوئي ليه؟ عشان يعمل جلوكوز اللي هو الغذاء بتاعه. الغذاء بتاع النبات اسمه جلوكوز. اما الاكسجين ده النبات بياخد نصه يتنفس بيه ويطلع علينا نصه نتنفس بيه احنا. خلي بالك النبات ما بيتنفسش ثاني اكسيد كربون، غلط، ده مصطلح خاطئ. النبات ما بيتنفسش ثاني اكسيد كربون، النبات بيتنفس اكسجين عادي. النبات بياخد ثاني اكسيد الكربون مش لغرض التنفس، ده لغرض البناء الضوئي. تاني، النبات بياخد ثاني اكسيد الكربون ليه؟ هل لغرض التنفس؟ لا، لغرض البناء الضوئي. النبات بياخد ثاني اكسيد كربون يعمل بيه بناء ضوئي، تمام؟ اما النبات بيتنفس اكسجين عادي، الاكسجين اللي هو بيتنفسه ده هو صنعه، هو اللي صنعه، تمام؟ ادي الاكسجين اهو، الاكسجين اهو، النبات هياخد نصه يتنفس بيه ويطلع لنا احنا نصه نتنفس بيه. في مشكله؟ اما الهدف الاساسي لعمليه البناء الضوئي هو تكوين المعلم ده الجلوكوز C6H12O6. يبقى اذا انا اقدر اختصر تعريف البناء الضوئي كالاتي: ان عمليه البناء الضوئي دي هي عمليه تحويل المواد البسيطه الغير معقده الغير عضويه الى ماده عضويه معقده اللي هي الجلوكوز C6H12O6. يبقى كده النبات كون الغذاء بتاعه ولا لا؟ كون الغذاء بتاعه، تمام. الجلوكوز دلوقتي اللي اتكون ده اتكون فين؟ اتكون على الورقه دي اللي عملت بناء ضوئي. فساعتها الجلوكوز او الغذاء اللي اتكون او الجلوكوز اللي اتكون على الورقه دي هينتشر باقي اجزاء النبات، ويبقى كده النبات كله اتغذى. دي عمليه البناء الضوئي، دي التغذيه الذاتيه. شايف الغذاء ازاي اتصنع جوه النبات؟ شفت يا مستر. طيب هل النبات هو الكائن الوحيد اللي بيعمل بناء ضوئي؟ قال لي لا، انا عندي النباتات وعندي الطحالب وعندي بعض انواع البكتيريا. بعض انواع البكتيريا، لو انت فاكر من السنه اللي فاتت او من الترم اللي فات اخذنا بكتيريا اسمها بكتيريا النوستوك، كان بكتيريا لونها اخضر كده، تمام؟ قلت لك ان البكتيريا دي لونها اخضر علشان فيها بلاستيدات خضراء، علشان فيها كلوروفيل، علشان بتعمل بناء ضوئي. بكتيريا النوستوك دي كانت بتعمل بناء ضوئي،
إذن مش النباتات الوحيدة اللي بتعمل بناء ضوئي، لا، نباتات تحالب بعض أنواع البكتيريا، نباتات تحالب بعض أنواع البكتيريا، كل الكائنات دي كائنات بتعمل بناء ضوئي، كل الكائنات دي كائنات ذاتية التغذية. في حاجة صعبة؟ طيب أنا لو جيت سألتك وقلت لك هو الورقة لازم يتجمع عليها الأربع مواد دول، ها؟ الورقة بتاخد المية والأملاح منين؟ هتقول يا مستر من التربة. الجذور بتمتص المية والأملاح من التربة، والمية والأملاح يفضلوا طالعين بقى كده، طالعين كده، طالعين كده، طالعين كده لحد لما يوصلوا على الورقة. الورقة بتاخد الضوء منين؟ هتقول لي من الشمس. بتاخد ثاني أكسيد الكربون منين؟ هتقول لي من الجو. صح ولا مش صح؟ هل دي فيها حاجة صعبة؟ لا. طيب هل الجلوكوز هو ده الغذاء بتاع النبات بس؟ يعني النبات ما بيتغذاش غير جلوكوز؟ لا طبعا، النبات في الأول خالص بيكون جلوكوز، ممكن بقى بعد كده النبات يسيب الجلوكوز ده جلوكوز زي ما هو، أو يحوله البروتين، أو يحوله لدهون على حسب بقى هو محتاجين. المهم إن النبات ما بيتغذاش جلوكوز بس، هو النبات بيعمل جلوكوز في الأول عن طريق البناء الضوئي، وبعد كده ياخد بقى الجلوكوز ده النبات يتصرف فيه زي ما هو عايز. النبات يحول الجلوكوز ده لدهون، يحوله البروتين، يحوله النشا او الجلايكو على حسب بقى، نشا الجلايكوجين ده عند الحيوان، يحوله النشا على حسب بقى هو محتاجين. في اي حاجه صعبه؟ طيب ده كده كان ملخص سريع للتغذيه الذاتيه. تعال بقى نتكلم شويه برضو عن التغذيه الغير ذاتيه. قلت لك التغذيه الغير ذاتيه يعني كائنات بتاكل كائنات تانية، كائنات بتحصل على غذائها في صوره مركبات عضويه جاهزه، في صوره بروتين جاهز او دهون جاهزه او سكريات جاهزه. انت ما بتصنعش الحاجات دي جوه جسمك، انت بتحصل عليها عن طريق كائنات تانية، بتحصل عليها عن طريق لحمه او فراخ او سمك او اي حاجه تانية بقى، او اي نباتات تانية. طيب ده كده كان بالنسبه للتغذيه الذاتيه، اتكلمنا عليها باختصار قوي قوي. تعال بقى نتكلم عن التغذيه الغير ذاتيه. التغذيه الغير ذاتيه قلت لك يعني كائن حي بياكل كائنات حيه تانية، بيعتمد في اكله على كائنات حيه اخرى. الكائنات اللي بتتغذى تغذيه غير ذاتيه بتتقسم لثلاث انواع من الكائنات، اما كائنات غير ذاتيه عضويه، واما كائنات غير ذاتيه رميه، واما كائنات غير ذاتيه طفيليه. تاني الكائنات التي تتغذى تغذيه غير ذاتيه، الكائنات غير ذاتيه التغذيه بتنقسم الى ثلاث انواع من الكائنات: كائنات غير ذاتيه عضويه، كائنات غير ذاتيه رميه، كائنات غير ذاتيه طفيليه. بص معايا على الكائنات الغير ذاتيه العضويه. يعني ايه مستر كائن غير ذاتي عضوي؟ يعني كائن غير ذاتي بياكل مواد عضويه، بياكل لحمه او نبات، بياكل لحوم او نباتات. الكائنات الغير ذاتيه العضويه ديت بتنقسم الى ثلاث انواع من الكائنات: اما كائنات اكلات عشب، يعني كائنات بتاكل نباتات بس او اعشاب بس زي الارانب وزي البقر والجاموس المشاية عامة يعني، وزي الخيول لو انت فاكر بقى من الباب بتاع التصنيف، الخيل كان بياكل عشب بس، الارنب بياكل عشب بس، المشاية كلها سواء جمل او بقرة او جاموسة او خروف او بتاكل اعشاب بس. واما كائنات اكلات لحوم، يعني بتاكل لحمة بس، زي مين؟ قول انت. زي القطط، الكلاب، الاسود، النمور، الذئاب، كل الكائنات ديت بتاكل لحمه بس. مستر انا القطه بتاعتي باكلها خيار، ماليش دعوه، انا بتكلم على طبيعه القطط. واما كائنات متنوعه الغذاء، يعني بتاكل لحوم وبتاكل نباتات، زي مين؟ زينا احنا كده اهو، زي الانسان. في حاجه صعبه؟ يبقى اذا احنا كبني ادمين احنا كائنات غير ذاتيه التغذيه عضويه. تاني عشان ما تتلخبطش، الكائنات غير ذاتيه التغذيه بتنقسم الى ثلاث انواع من الكائنات: غير ذاتيه عضويه، غير ذاتيه رميه، غير ذاتيه طفيليه. يعني ايه كائنات غير ذاتيه التغذيه عضويه؟ يعني كائنات يا اما بتاكل لحمه يا اما بتاكل نباتات، كائنات بتاكل مواد عضويه. يعني الكائنات الغير ذاتيه العضويه دي بتنقسم الى ثلاث انواع من الكائنات، اكلات عشب، يعني كائنات بتاكل نباتات بس، اكلات لحوم، يعني كائنات بتاكل لحمه بس، متنوعات غذاء، يعني بياكلوا لحمه وبياكلوا نباتات، بياكلوا عشب وبياكلوا لحوم. تمام؟ اكلات عشب زي مين؟ زي الارانب وزي المشيه وزي الخيول.
اكلات لحوم زي مين؟ زي الاسد، النمر، القطه، الكلب. متنوعات غذاء زي مين؟ زينا، احنا بناكل لحوم وبناكل نباتات، صح ولا مش صح؟ طيب تاني نوع من الكائنات غير ذاتيه التغذيه، كائنات بقول عليها كائنات غير ذاتيه رميه، كائن مترمم، كائن رمه. لما حد بياكل كتير وبياكل اي حاجه، امه تقول له انت رمرام. يعني ايه رمرام؟ يعني بياكل اي حاجه. كائنات غير ذاتيه رميه يعني كائنات بتتغذى على الكائنات الميته، كائنات بتتغذى على الجثث. كائن اول ما يشوف جثه كده يروح ياكلها، جثه اي كائن بقى، جثه انسان، جثه كلب، جثه قطه، اي جثه يروح ياكلها كده ويحللها. انت واخد بالك؟ دي بردك كائنات غير ذاتيه، غير ذاتيه التغذيه، بس بقول عليها غير ذاتيه التغذيه رميه، رميه او مترممه، يعني بتاكل الجثث، تمام؟ زي مين؟ زي طبعا البكتيريا الرميه. البكتيريا الرميه دي البكتيريا اللي بتحلل الجثث. هي ليه الجثه بعد ما بتدفن بتتحلل؟ لان في بكتيريا في التربه بتحللها. وزي فطر عفن الخبز. ماشي؟ يبقى اذكر مثالين على الكائنات الغير ذاتيه الرميه. هتقول لي فطر عفن الخبز والبكتيريا الرميه. فطر عفن الخبز والبكتيريا الرميه. البكتيريا الرميه او بيسموها البكتيريا المترممه، الاثنين صح، اللي هي البكتيريا اللي بتتغذى على الكائنات الميته. في حاجه صعبه؟ ثالث نوع من الكائنات غير ذاتيه التغذيه هي الكائنات الغير ذاتيه التغذيه الطفيليه، اللي هي الكائنات المتطفله، الكائنات اللي بتخش جوه كائن بيخش جوه كائن، جوه جسم كائن، يقعد ياكل من اكله ويشرب من شربه ويتكاثر جوه منه. يبقى ده كده كائن متطفل. زي مين؟ اشهر كائن متطفل في الدنيا هي البلهارسيا، دوده البلهارسيا. دوده بتخش جوه منك، جوه جسمك، تاكل من اكلك وتشرب من شربك وتتكاثر كمان جوه منك. في مشكله؟ دي اشهر كائن متطفل. السنه اللي فاتت في التصنيف اخدت برضو كائن متطفل اسمه التريبانوزوما، لو انت فاكر كان بيسبب مرض اسمه مرض النوم، ده برضو كان كائن متطفل. اخدت كائن متطفل اسمه البلازموديوم، برضو كان كائن بيخش جوه الانسان وبيسبب له مرض اسمه مرض الملاريا، مرض اسمه مرض الملاريا، ده برضو كائن متطفل. في اي مشكله؟ كل الكائنات دي كائنات غير ذاتيه متطفله او طفيليه. بس احنا عندنا مثالين، البلهارسيا اللي هو اشهر كائن متطفل، ونبات اسمه نبات الهالوك. وخلي بالك نبات الهالوك ده هو النبات الوحيد اللي عليك في المنهج اللي غير ذاتي التغذيه. نبات الهالوك ده هو النبات الوحيد اللي ما بيعملش بناء ضوئي. نبات الهالوك ده هو النبات بيطلع بيتغذى على نباتات تانية جنب منه، نباتات تانية جنب منه بيتغذى عليها، يبقى هو كده كائن متطفل، بياكل من اكلهم ويشرب من شربهم، يبقى هو كده كائن متطفل. يبقى النبات الوحيد الغير ذاتي التغذيه اللي علينا في المنهج هو نبات الهالوك ده، النبات الوحيد اللي ما بيعملش بناء ضوئي، النبات الوحيد اللي غير ذاتي التغذيه. طب هو غير ذاتي عضوي ولا رمي ولا طفيلي؟ لا طفيلي، بيطلع ياكل من اكل النباتات اللي جنب منه، يبقى هو كده كائن بارد، كائن متطفل. في اي مشكله؟ ادخل على موقع الخطه التعليمي علشان تشوف باقي الدروس وفي كل المواد، ذاكر في اي وقت وخليك دايما مستعد. اتكلمنا بشكل مختصر عن التغذيه الذاتيه، واتكلمنا برضو بشكل مختصر عن التغذيه الغير ذاتيه، تمام؟ احنا بقى هناخد ايه بقى مستر في الباب بتاع التغذيه والهضم ده؟ احنا الاول هنتكلم عن التغذيه الذاتيه، هنشرحها بقى ونشتغلها بقى بالتفصيل بقى ونعيش فيها شويه، وبعد ما نخلصها هناخد التغذيه الغير ذاتيه. ماشي؟ التغذيه الذاتيه في النباتات الخضراء، هنتكلم عن التغذيه في النبات يعني الاول، مش هنتكلم على التغذيه في الطحالب ولا على التغذيه في البكتيريا، لان هما الثلاثه نفس الحاجه. فاحنا دلوقتي هنتكلم عن التغذيه الذاتيه في النباتات، هناخدها ونخلصها، ممكن مثلا تقعد معانا حصه حصتين على حسب. وبعد ما نخلصها هنتكلم بقى عن التغذيه الغير ذاتيه، هناخد مثال على الانسان. يبقى احنا كده اتكلمنا عن التغذيه الذاتيه في النبات، وبعد ما خلصناها هنتكلم عن التغذيه الغير ذاتيه في الانسان. يبقى اخدنا ازاي النبات بيتغذى وازاي الانسان بيتغذى، واخد بالك؟ كل باب او كل وحده عندك هتبقى عامله كده، هتكلمك الاول عن النبات وبعد كده عن الانسان، عن النبات وبعد كده عن الانسان، وهكذا. التغذيه الذاتيه في النباتات الخضراء اللي هي بمعنى اصح عمليه البناء الضوئي. طيب عمليه البناء الضوئي بتتم على مرحلتين. اول مرحله ان النبات يمتص ميه واملاح من التربه. اول مرحله
ان النبات يمتص ميه واملاح منين؟ من التربه. دي اول مرحله. خلاص النبات اخد ميه واملاح من التربه، هيجيله بقى الضوء وثاني اكسيد الكربون، وساعتها النبات يعمل عمليه البناء الضوئي. يبقى تاني عمليه التغذيه الذاتيه في النبات، التغذيه الذاتيه في النبات بتتم على مرحلتين. اول مرحله هو ان النبات يمتص ميه واملاح من التربه. تاني مرحله ان النبات يعمل بقى بناء ضوئي. طيب احنا هنتكلم على ايه الاول؟ هنتكلم عن ان النبات ازاي النبات بيمتص ميه واملاح من التربه. ازاي النبات بيمتص ميه واملاح من التربه؟ تعال بقى نشوف. انا قلت لك ان لو دي كده التربه وادي الجذور وادي الساق وادي الورق، فالجذور هي دي اللي مسؤوله عن امتصاص الميه والاملاح اللي موجودين في التربه، والميه والاملاح دول بعد ما يمتصوا عن طريق الجذور يفضلوا بقى طالعين كده لحد لما يوصلوا عند الورق. طيب ازاي برضو الجذر ده بيمتص الميه والاملاح من التربه؟ قال لي والله الجذر بيمتص الميه والاملاح عن طريق شعر كده، شعر طالع منه او شعيرات طالعه منه اسمها الشعيرات الجذريه. حضرتك لما بتمسك جزره بتلاقي فيه شعر خارج منها كده، لما بتمسك مثلا راس الفجل بتلاقي فيه شعر خارج منه كده. الشعر او الشعيرات دي اسمها الشعيرات الجذريه، هي دي بقى فعليا اللي بتمتص الميه والاملاح من التربه. يبقى تاني الجذر ازاي بيمتص الميه والاملاح من التربه؟ هتقول لي عن طريق شعيرات طالعه من الجذر كده اسمها الشعيرات الجذريه. يبقى الشعيره الجذريه ايه وظيفتها؟ وظيفتها امتصاص الماء والاملاح من التربه. في مشكله؟ طيب انا هاخد شعيره جذريه واحده، وليكن مثلا الشعيره الجذريه ديت، هدرسها هبص الاقيها عامله ازاي، بتتكون من ايه، خارجه منين. بص كده دي شعيره جذريه واحده اهي، خارجه من بشره جذر شبه شعر ايدك كده، خارج من بشره ايديك او من بشره جلد ايديك. تمام، تعال بقى نعمل لها زي زوم كده ونكبرها ونشوفها بتتكون من ايه. ادي منظر الشعيره الجذريه، ادي البشره بتاعت الجذر، كل دي كده بشره الجذر، وادي الشعيره الجذريه خارجه اهي من بشره الجذر. يبقى اذا الشعيره الجذريه هي عباره عن خليه واحده ممتده من بشره الجذر. ادي بشره جذر اهي، دي كده كل دي اسمها طبقه البشره بتاعت الجذر، او بيسموها الطبقه الوبريه. الطبقه الايه؟ الوبريه. الطبقه الوبريه هي طبقه البشره، هي عباره عن الشعيره الجذريه، هي عباره عن امتداد خارج من طبقه البشره بتاعت الجذر، امتداد خارج من الطبقه الوبريه بتاعت الجذر. ما احنا اتفقنا بقى ان طبقه البشره هي الطبقه الوبريه، بشره الجذر هي الطبقه الوبريه. الشعيره الجذريه هي خارجه من بشره الجذر، امتداد كده طالع من بشره الجذر. ماشي، ادي الشعيره الجذريه ده منظرها، واخد بالك؟ يبقى اذا تركيبها هقول له هي عباره عن امتداد من بشره الجذر، او امتداد من الطبقه الوبريه بتاعه الجذر. شايف السيتوبلازم بتاعها؟ شايفه رقيق ازاي؟ السيتوبلازم اللي هي الحته الصفراء ديت، شايفه رقيق قوي ازاي؟ تمام، يبقى الشعيره الجذريه بتتميز بانها ذات سيتوبلازم رقيق. انا دلوقتي بدرس خصائص الشعيره الجذريه، الشعيره الجذريه دي اللي هي بتمتص الميه والاملاح من التربه. تمام، شايف الشعيره الجذريه جواها فراغ كده كبير، الفراغ الكبير اللي لونه ابيض ده اسمه فجوه عصاريه. اسمه ايه؟ فجوه عصاريه. الفجوه دي اللي بيدخل لها الميه، يعني الميه اللي بره في التربه بتدخل للشعيره الجذريه، تقف في الفجوه العصاريه دي. ماشي، يبقى الشعيره الجذريه بتتميز بان هي ذات فجوه عصاريه كبيره الحجم. يبقى تاني الشعيره الجذريه هي عباره عن خليه واحده خارجه من الطبقه الوبريه بتاعت الجذر، خارجه من بشره الجذر. ماشي، بتتميز بان هي ذات سيتوبلازم رقيق ولا سيتوبلازم سميك؟ لا، سيتوبلازم رقيق، هي مش شعيره.
شعره شعره، فالسيتوبلازم اللي فيها هيكون ايه؟ اكيد هيكون رقيق شبهها. الفجوه العصريه اللي فيها كبيره ولا صغيره؟ لا يا مستر، الفجوه العصريه كبيره عشان تقدر تستوعب الميه اللي هتمتص. في مشكله؟ طيب طول الشعيره الجذريه قد ايه؟ قال لي والله تقريبا متوسط يعني طولها حوالي 4 مليمتر. الرقم ده حفظ احفظ، طول الشعيره الجذريه 4 مللي، 4 مللي يعني حاجه صغننه قوي قوي قوي. عمرها قد ايه؟ قال لي والله الشعيرات الجذريه ما بتعيش كتير، عمرها بيتراوح ما بين بضعه ايام الى بضعه اسابيع، يعني ممكن تلاقيها عاشت 5 ايام 6 ايام 4 اسابيع 5 اسابيع 6 اسابيع 9 اسابيع، ما بتعيش اكتر من كده، يعني ما بتعيش اكتر من شهرين. يبقى عمرها قصير ولا عمرها طويل؟ لا عمرها قصير، يتراوح ما بين بضعة أيام لبضعة أسابيع، ماشي؟ طيب هي ليه عمرها قصير؟ قال لي والله لأن طبقة البشرة بتاعت الجذر دي على طول بتتعرض للتمزق، على طول بتتقطع، فلما طبقة البشرة بتاعت الجذر تتقطع الشعيرة الجذرية هي كمان هتتقطع وتطلع طبقة وبرية جديدة أو تطلع بشرة جديدة بشعيرة جذرية جديدة. يبقى علل الشعيرات الجذرية عمرها قصير. هقول له لأن الطبقة الوبرية للجذر أو طبقة بشرة الجذر دائما تتعرض للتمزق، دائما تتعرض للتمزق، بس ده اللي أنا هقوله له. طبقة البشرة لما تتعرض للتمزق هتتقطع، فبالتالي الشعيرة الجذرية هي كمان هتتقطع، فهتطلع طبقة بشرة جديدة بشعيرة جذرية جديدة. يعني مثلا ادي طبقة البشرة اهي، الطبقة دي اللي في الاول دي اتمزقت بالشعيرة الجذرية بتاعتها، خلاص كلهم اترموا، فالطبقة اللي ورا منها هتحل محلها وهتطلع شعيرة جذرية جديدة. في حاجة صعبة؟ يبقى اذا الشعيرة الجذرية عمرها قصير. ليه عمرها قصير؟ لان طبقة البشرة بتاعت الجذر دائما تتعرض للتمزق، دائما تتعرض لايه؟ للتمزق. في حاجة صعبة؟ طيب اشمعنى مستر الشعيرة الجذرية هي دي اللي بتمتص المياه والأملاح؟ اشمعنى هي مهمة قوي كده؟ ليه بتمتص المياه والأملاح؟ ليه؟ قال لي والله الشعيرات الجذرية بتتميز بعدة مميزات كده بتخليها هي دي اللي مسؤول عن امتصاص المياه والأملاح في النبات. ايه هي مميزات الشعيرات الجذرية؟ الشعيرة الجذرية ديت ايه مميزاتها؟ قال لي والله هي ليها 4 مميزات. اول ميزة ان الجدار بتاعها رقيق جدا، وفعلا احنا لسه قايلين كده، الجدار بتاع الشعيره الجذريه رقيق قوي والسيتوبلازم بتاعها رقيق قوي، فكل ما كان الجدار رقيق كل ما الشعيره الجذريه امتصت ميه واملاح بطريقه اسهل. كل ما كان الجدار بتاع الشعيره الجذريه رقيق كل ما الشعيره الجذريه امتصت ميه واملاح بشكل ايه؟ بشكل اسهل. تمام. طيب تاني ميزه ليها ان الشعيرات الجذريه عددها كتير. طيب تاني ميزه ليها ان الشعيرات الجذريه عددها كتير، الشعيرات الجذريه عددها كتير قوي قوي قوي، فكل ما كانت الشعيرات الجذريه عددها كتير كل ما امتصت ميه واملاح اكتر ولا لا؟ كل ما امتصت ميه واملاح اكتر. يبقى دي تاني ميزه ليها. يبقى اول ميزه ان الجدار بتاعها رقيق، وكل ما كان الجدار رقيق كل ما امتصت ميه واملاح بطريقه اسهل. تاني ميزه ليها ان عددها كتير، وكل ما كان عددها كتير كل ما امتصت ميه واملاح اكتر. تالت ميزه ليها للشعيره الجذريه، وركز بقى معايا في الميزه ديت، تالت ميزه للشعيره الجذريه ان التركيز جواها عالي، تركيز الاملاح والسكريات جوه الشعيره الجذريه عالي. يعني من الاخر الشعيره الجذريه مليانه املاح، فبالتالي طالما هي مليانه املاح فبالتالي هي عطشانه، صح ولا مش صح؟ فهتمتص ميه او هتشرب ميه كتير ولا لا؟ هتشرب ميه كتير. تاني واللي انا بقوله ده، اسمها الخاصيه الاسموزيه، هنشرحها كمان شويه، كمان 5 دقايق هنشرحها. التركيز داخل الشعيره الجذريه عالي ولا واطي؟ عالي. تركيز الاملاح، لما اقول لك تركيز يعني تركيز الاملاح والسكريات وكده، الشعيره الجذريه مليانه املاح وسكريات جوه، فبالتالي هي عطشانه ولا لا؟ عطشانه. محتاجة تشرب مية كتير ولا لأ؟ محتاجة تشرب، فهتمتص مية ولا لأ؟ هتمتص مية. وده الهدف بتاعي، إن أنا عايزها تمتص مية عشان النبات يعمل بناء ضوئي. في مشكلة؟ يبقى إذن تركيز المحلول يعني تركيز الأملاح والسكريات ومعرفش إيه،
جواها جوه الفجوه العصريه بتاعتها اكبر من براها، يعني من الاخر التركيز جواها عالي، تركيز الاملاح والسكريات عالي، فبالتالي الشعيره الجذريه عطشانه فهتشرب ميه كتير. دي تالت ميزه. رابع ميزه ليها، بص بقى، الشعيره الجذريه دي، الشعيرات الجذريه دي قال لي والله ان هما بيفرزوا ماده لزجه، ماده لزجه بتساعدها على التغلغل بين التربه، بتساعدها على تثبيت نفسها في التربه. ازاي الشعيرات الجذريه بتتغلغل في التربه كده؟ التربه دي حاجه ناشفه، ازاي الشعيرات الجذريه بتتغلغل في التربه كده؟ قال لي والله الشعيرات الجذريه بتفرز ماده لزجه، بتفرز ماده لزجه عامله شبه المخاط، بتساعدها على التغلغل بين حبيبات التربه. في مشكله؟ يبقى اذا الشعيرات الجذريه بتتميز باربع مميزات. الشعيرات الجذريه بتتميز باربع مميزات، الاربع مميزات دولت اللي بيخلوا الشعيره الجذريه هي العضو المسؤول عن امتصاص الماء والاملاح في النبات. ايه هم الاربع مميزات؟ قال لي اولا الشعيرات الجذريه جدارها رقيق، فكل ما كان جدارها رقيق كل ما امتصت ميه واملاح بشكل اسهل. تاني ميزه ان الشعيرات الجذريه كثيره العدد او عددها كتير، فكل ما كان عددها كتير كل ما امتصت ميه اكتر واكتر، ميه واملاح. تالت ميزه ان التركيز جواها اكبر من براها، فبالتالي هي عطشانه محتاجه ميه، فكل ما كانت عطشانه كل ما كان فيها املاح كتير كل ما امتصت ميه كتير، كل ما كانت عطشانه كل ما امتصت ميه كتير، كل ما شربت ميه كتير. انت لما بتعطش بتشرب ميه كتير، شعيره الجذريه شبهك. رابع ميزه ليها ان هي بتفرز ماده لزجه تساعدها على التغلغل بين حبيبات التربه. الاربع مميزات دولت يا ريت تحفظهم، يا ريت تحفظهم. ديت حته كده بره المنهج عايز تعرفها اعرفها. بيقول لك ان لو ده كده جذر نبات، ده كده جذر، ها، فالجذر بتاع النبات بيتكون من ثلاث مناطق. المنطقه اللي فوق دي المنطقه الغنيه بالشعيرات الجذريه، والمنطقه اللي في النص دي اسمها منطقه الاستطاله، ديت اللي بتعوض الشعيرات الجذريه التالفه. يعني لو عندي شعيرات جذريه هنا تلفت او باظت، منطقه الاستطاله دي اللي هتعوضها، ماشي. والمنطقه اللي تحت دي اسمها منطقه الانقسام الخلوي. يبقى الجذر بيتكون من ثلاث مناطق: منطقة الشعيرات الجذرية، منطقة الاستطالة وتقوم بتعويض الشعيرات الجذرية التالفة، ومنطقة الانقسام الخلوي اللي هي اللي تحت دي. عايز تعرفها اعرفها، مش عايز براحتك، هي كده كده مش مهمة قوي يعني. وبكده يبقى احنا اتكلمنا عن الشعيرات الجذرية او الشعيرة الجذرية اللي هي العضو المسؤول عن امتصاص الماء والاملاح في النبات. قلنا وصفها، تركيبها عامل ازاي، قلت لك ان هي ذات سيتوبلازم رقيق، ذات جدار رقيق، الفجوه العصريه بتاعتها كبيره، واخد بالك، هي عباره عن امتداد من طبقه البشره، انت واخد بالك، طولها 4 مللي، طولها 4 مللي، عمرها قصير قوي، يتراوح بين بضعه ايام الى بضعه اسابيع، لان طبقه البشره دائمه التمزق، طبقه البشره دائمه التمزق، واخد بالك، فلما طبقه البشره تتمزق هتطلع طبقه بشره جديده بشعيره جذريه جديده. الشعيره الجذريه بتتميز باربع مميزات: جدار رقيق، كثيرة العدد، التركيز جواها عالي، بتفرز مادة لزجة، واخد بالك؟ كل الكلام ده كده، كل الكلام ده كده كان بيخص الشعيرة الجذرية. طيب هنتكلم عن ايه دلوقتي؟ هنتكلم عن ان ازاي النبات بيمتص مية. والحصة الجاية ان شاء الله اللي هي الحصة التانية هنتكلم عن ان ازاي النبات بيمتص املاح. يبقى احنا كده اخدنا ازاي النبات بيمتص مية وازاي النبات بيمتص املاح، ويبقى احنا كده خلصنا اول مرحله من التغذيه الذاتيه. خلي بالك احنا قلنا ان التغذيه الذاتيه عباره عن مرحلتين، ان النبات يمتص ميه واملاح دي كده المرحله الاولى، وان النبات يعمل بناء ضوئي دي كده المرحله الثانيه. احنا في المرحله الاولى دلوقتي، هناخد الحصه دي اللي هي الحصه الاولى ازاي النبات بيمتص ميه، هنيجي الحصه الثانيه هناخد ازاي النبات بيمتص املاح، هنيجي الحصه الثالثه هناخد بقى عمليه البناء الضوئي دي بالتفصيل ازاي بتحصل وايه التفاعلات الكيميائيه بتاعتها. في مشكله شباب؟